بابا متى رح يجي زلمة حتى ياخذنا على اوروبا؟ هلا جاي على الطريق. طيب بابا متاكد انه ما انا نصاب؟ لا تخافوا، قال لي الطريق دهب مشي ساعتين بس. بابا شو مشي ساعتين؟ هذا اكيد عم يضحك علينا. خلاص لك عمتك طلعت معه من يومين وصلت على هولندا. يا سلام، الله خلينا اياك يا بابا. اجت السياره. ايه معلم نحن جاهزين. بحياة امي، والشفرة اللي بتمي ساعتين بتكون طابين بالمانيا. برنس عجب، باوروبا في بنات؟ لا في شباب بس لابسين باروكات. عن جد؟ طبعا في بنات، مجنون انت؟ برنس اول ما راح نوصل راح نفلت ونصيع وبنات والمانيا. لا نصيع وبس، هذا ابوك اللي عطالع والنازل بيضربنا. ايه والله لا خليه عد اصابيعه ندم ليش طالعنا على اوروبا. يلا يا شباب خلينا نلحق قبل ما تعتم العين. معلم مو طريق ساعتين، خلي يصير 3 ساعات. يلا ولاك بلا بياخه، خلينا نلحق نوصل عند عمتك. لقيت شو بابا؟ على اساس ساعتين؟ اشوف صرنا 15 يوم. شو معلم؟ كأنه عم تضحك علينا؟ ايش بك معلم؟ ربع ساعة من طب المانيا ايش بك؟ لك بدي انزل فيكم بالربع ساعة تبعيتك، صلي 15 يوم عم بسمع ربع ساعة وربع ساعة وما شفت اوروبا ترحب بكم. طول بالك اخوي، هلا بس رح نوصل رح ننسى كل التعب. لك انا اللي مجنني ابوك اللي مصدقه. برنس اول ما رح نوصل خلينا نشتكي على ابونا نحطه بالسجن ونخلص منه. على السجن؟ لا ما شدك ولا دعاق. بس انقلعوا ما في مشكلة، المهم ما يسكن معنا بالبيت. لك يا زلمة دموت منه، بتدخل كل شيء بحياتي. يلا شباب 200 متر بكون وصلنا اوروبا. برنس برنس برنس، سمعت شو قال المهرب؟ سمعت. جاهز على اللي اتفقنا عليه؟ امشي معي. بتاريخ 24/7/2024 وصلوا ركابك يا فاروق بخير وسلامة. شباب شلون الطريق؟ دهب دهب. ساعتين ساعتين طريق. معلم هاي المصاري نروح من هون، لا تفرجيني وجهك ابدا. طلع علي، نحن هلا وصلنا اوروبا، اذا بس معك عم تعيط علي بشرفي لاجيب لك الشرطه. خلي كون بعلمك انا من اول يوم راح ادخن واسكر واجيب رفقات البنات على البيت. لك يا اولادي ايش صار لكم؟ انا ربيتكم وصرفت عليكم المصاري وكبرتكم، هيك بدكم تعملوا فيني؟ هيك بدكم تخوزوني؟ عم تعيط علينا؟ لك يا شرطه تعالوا خذونا، ابوي عم يضربنا. لك اسكتوا مشان الله اسكتوا. اسس مشان ما تفكر تربيتك راحت على الفاضي، راح نخليك تمشي معنا هال 200 متر وبعدين انت من طريق ونحن من طريق. امشي اخوي امشي، خلينا نروح. ادلب ترحب بكم؟ لك شو ادلب؟ لك لا في اوروبا ولا في شيء، بس انا حبيت اختبركم اذا طلعنا على اوروبا شو راح تساووا؟ اكلنا خرق. ولا خلي سياحكم يوصل اريحه،